هذه النشرة برعاية معرض التعميم والتوظيف. تحتفل شركة جيس للخدمات الصناعية بافتتاح محطة سحب مياه البحر الثانية بميناء صحار الصناعي برعاية معالي وزير البيئة والشؤون المناخية. الجمارك العمانية تحبط محاولة إدخال أكثر من 800 جرام من مخدر الماريجوانا بمطار مسقط الدولي، وتضبط مواطنا بحوزته مواد مخدرة بمنفذ الدار البري. الفريق الوطني للرماية يحقق 15 ميدالية، 7 منها ذهبية في البطولة العربية 12 للرماية والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية.